نعم، ننتقل إلى الباب التالي. باب الوضوء من مس الذكر. نعم، مس الذكر ماذا يترتب عليه؟ أيوة. نعم. قال أنه سمع عروة يقول: دخلت على مروان ابن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر. فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ، هذا الأصل، من مس ذكره فليتوضأ. طب الحديث الثاني: باب الرخصة في ذلك. الرخصة في ذلك، ذلك تعود إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى مس الذكر. نسمع. أيوة. عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا مضغة منه أو قال بضعة منه؟ نعم، إذن مضغة أو بضعة منه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثين، حديث ذكر أنه بضعة منه، وحديث ذكر قال من مس ذكره فليش فليتوضأ. فهل هناك تعارض؟ الجواب لا تعارض. طب ما كيف يكون الجمع؟ نسمع. أن من مس ذكره بشهوة هنا يتوضأ، أما بغير شهوة لا يتوضأ. نعم، أن هذا العضو من جسد الإنسان يختلف عن باقي الأعضاء عند الرجال، فمرة قد يتعامل معه كأي عضو من باقي جسده، فبالتالي وهو يلبس ملابسه وهو يتوضأ، فطبعا يتوضأ. لا تقس على نفسك أنت ابن عمان تلبس ملابس داخلية وفوقها بنطال وسروال، لا لا لا، في ذاك الزمان كانت اللباس لا يوجد ملابس داخلية وقطعة واحدة، فيسهل عليه وهو يتوضأ أن تمس يده إيش فرجه. الحالة الثانية نقول عنك يا ابن عمان وأنت تلبس ملابسك بعدما توضأت أو اغتسلت، فتريد أن تلبس ملابسك، فعرض أن بغير قصد أن يلمس أو أن تمس يدك ذكرك. فإذا ها في هاي الحالة وأنا غير قاصد ولا أفكر في شهوة ومس الذكر، فنتعامل معه مثل باقي الأعضاء، لا وضوء، لا ينقذ الوضوء. الحالة الثانية أن مس الذكر في شهوة مع لقيا الزوجة والمداعبة واللعب وما شابه، فعندها يكون أنت مطالب بالوضوء، أو مجرد التفكير عند بعض الشباب وما شاء، أو عدم غض البصر والعياذ بالله بالمحرمات أو كذا، فيمس ذكره تمتعا هذا كله من نواقض الوضوء. فإذا انتبه إلى هاتين الحالتين